السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة هننفذ حردة الكتف الرجلون أو حردة الكم الرجلون. الحردة ديت احنا بنشوفها دايما في البلوفرات الجاهزة. هنشوف مع بعض ان شاء الله الطريقة، وهي ان شاء الله هتكون سهلة بس النتيجة بتاعتها تبقى رائعة. وزي ما شايفين ده بيكون الشكل النهائي ليه. احنا عشان نعمل الشكل دوت طبعا احنا بنشتغل الجزء الامامي او الجزء الخلفي لغاية ما نوصل في بداية الحردة، ونبدأ بعد كده نشتغل في اول السطر، نيجي نشتغل 3 غرز عدل، وبعد كده بناخد 3 غرز مقلوب عشان يديني الشكل ده. ناخدها 3 غرز مقلوب مع بعض، ده في بداية السطر، وبرضه في نهاية السطر بيكون بنفس الشكل. نشتغل السطر كله بنفس الطريقة اللي احنا بدأنا بيها شغل القطعة الأمامية لغاية ما نوصل معايا لآخر 6 غرز وغرزة حفة. باجي عند ال3 غرز الأولانية باخدهم 3 مقلوب معا، وال3 غرز الأخرانية باخدهم 3 عدل. ده بيكون الشكل النهائي للحردة. بنكرر الحردة كل 4 سطور، يعني بعد ما نشتغل 4 سطور في بداية السطر الخامس بنبدأ نعمل الحردة. هنشوف مع بعض الطريقة سطر بسطر، وإن شاء الله يكون الشرح واضح وتستفيدوا، ونبدأ إن شاء الله في شرح الحردة. بسم الله. هنبدأ نشتغل السطر الأول في عمل الحردة. هنشتغل غرزة حافة، بناخدها عدل من اللفة الخلفية. بعد كده هنبدأ في عمل الحردة. هنشتغل أول 3 غرز هناخدهم عدل، يبقى احنا بنشتغل السطر الأول اللي هيتكرر عندي كل 5 سطر. اشتغلنا 3 غرز عدل، هاجي بعد كده هشتغل ال3 غرز دول هاخدهم 3 مقلوب معا، يبقى بندخل الإبرة في ال3 غرز مع بعض وبناخدهم في غرزة واحدة مقلوب، وبيكون بالشكل اللي احنا شايفينه قدامنا. بعد كده هكمل بقية السطر عادي لغاية ما اوصل لآخر 6 غرز وغرزة حفة. انا هنا وصلت لآخر 6 غرز، هاجي اخد اول 3 غرز منهم اخدهم مقلوب معا، يبقى هدخل الإبرة في ال3 غرز مع بعض واخدهم في غرزة واحدة مقلوب. وبعد كده هاجي اشتغل ال3 غرز اللي جايين هشتغلهم كلهم بالغرزة العدل. هيتبقى عندي في نهاية السطر غرزة حافة باخدها على الإبرة اليمين من غير ما اشتغلها والخيط قدام الشغل. ده السطر الأول في عمل الحردة. بنبدأ السطر الأول بعد ما بنخلص الطول القطعة الأمامية أو طول القطعة الخلفية لغاية ما أوصل بالطول اللي أنا عايزاه يعني، وأبدأ بعد كده أعمل الحردة. نبدأ السطر دوت اللي هو أول سطر الحردة. بنكرر السطر دوت كل ما أجي أشتغل 4 سطور، وهنشوف بقية السطور. هنبدأ مع بعض نشتغل السطر التاني في عمل الحردة. هنشتغله طبعا ده سطر خلفي، هنشتغله بالغرزة المقلوب. بنبدأ بغرزة حافة وبننهي بغرزة حافة. انا طبعا بعمله هنا سطر مقلوب لان انا بادئه بسطر عدل، شغلي سطر عدل وسطر مقلوب، لكن انتوا على حسب ما انتوا ماشيين بالغرزة اللي انتوا عايزينها. لكن الغرزة الحردة بتتبعوا بنفس الطريقة. يبقى انا هنا خلصت السطر الثاني، خلصته بالغرزة المقلوب. يبقى افكركم ان احنا بننقص بس في السطر العدل بس بعد 4 سطور، يعني في السطر الخامس. هنشتغل مع بعض السطر الثالث، والسطر الثالث هيكون بالغرزة العدل. هو ده سطر امامي بس مش هننقص فيه ولا غرزة. هنشتغل غرزة حافة في الأول، وهنكمل بقية السطر كله بغرزة العدل، وبننهي بغرزة حافة. يبقى احنا دلوقتي بنشتغل السطر الثالث في عمل الحردة، بنشتغله بالغرزة العدل.
وصلنا لآخر السطر، وطبعا السطر بينتهي عندي بغرزة حافة، بنقلها على الإبرة اليمين من غير ما اشتغلها، والخيط بيكون قدام الشغل. ده شغل السطر الثالث اشتغلناه بالغرزة العادية. طبعا هيكون في سطر رابع هشتغله بالغرزة المقلوب، ومش هيكون في تمييز برضو للغرز. هنشتغل السطر الرابع هنشتغله بالغرزة المقلوب، نبدأ بغرزة حافة، بناخدها عدة من اللفة الخلفية، وبعد كده بنكمل بقية الصدر عندي بالغرزة المقلوب، وبننهي بغرزة حافة. يبقى ده السطر الرابع اللي احنا بنشتغله في عمل الحردة. وبعد كده بعد ما نخلص السطر الرابع هنبدأ تاني نكرر السطر الأول في عمل الحردة. يبقى كده عندي السطر الرابع انتهى وكان شغله بالغرزة المقلوب. يبقى احنا اشتغلنا 4 سطور، هنبدأ في السطر الخامس نكرر اول سطر في عمل الحردة اللي هو بننقص فيه. هنيجي نشتغل غرزة حافة بناخدها عدل من اللفة الخلفية، بعد كده هاجي اشتغل 3 غرز عدل، ال3 غرز دول هاخدهم 3 مقلوب معا. يبقى هدخل الابرة في ال3 غرز مرة واحدة واخدهم في غرزة واحدة مقلوب، وبالشكل اللي احنا شفناه هو ده بيكون الشكل النهائي. يبقى احنا كده هنكمل بقية السطر بالغرزة العدل لغاية ما نقف عند 6 غرز وغرزة حافة. انا هنا كده خلصنا وبقى عندي 6 غرز، هاجي ادخل ابرة في اول 3 غرز واخدهم 3 مقلوب معا، وبعد كده هاجي اشتغل ال3 غرز دول هشتغلهم 3 عدل. وطبعا نهاية السطر غرزة حافة ما بنشتغلهاش، بننقلها على الابرة اليمين. ده الشغل اول سطر في عمل الحردة. بنكرر تاني نشتغل 4 سطور، وبعد كده بنرجع ونشتغل في السطر الخامس الحردة اللي احنا بننقص فيها. هنشتغل السطر دوت هنشتغله مقلوب، وبعد كده هنكمل بعديه 3 سطور تانيين بنفس النظام اللي احنا بدأناه في الفيديو. يبقى احنا هنا بس بنكرر ونقول تاني ان احنا بنعمل الحردة كل 5 سطر، وكل 5 سطر بيكون في السطور العدل اللي هي السطور الأمامية، يعني مش شرط تكون غرزة عدلة لكن هي بتكون في السطور الأمامية. يبقى هي دي طريقة عمل الحردة، بتتكرر على حسب ما احنا عايزين طول الحردة، وبكده يكون الشغل عندي انتهى. وصلنا مع بعض للشكل النهائي لعمل حردة الكم الرجلون او حردة الكتف الرجلون. ده بيكون الشكل النهائي ليها. بنكرر الحردة كل 5 سطر، وبيكون 5 سطر في السطور الامامية، وبيطلع بالشكل اللي احنا شايفينه قدامنا. تاني افكركم ان احنا بنشتغل 3 غرز عدل، وبعد كده بناخد 3 غرز مقلوب مع بعض، ده في بداية السطر وبرده في نهاية السطر، وبنكرر على حسب ما احنا عايزين طول الحردة. وبيكون طبعا في عندي حردة الرقبة بعملها، وبكمل معاها حردة الكتف لغاية ما اوصل بالطول اللي انا عايزاه. اتمنى ان يكون الشرح واضح وتنفذوا ان شاء الله طريقة بكل سهولة. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.